الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم جهاز باي ماك إيده. طريقة التشغيل، هذا طبعا الشكل الجديد. في عنا ضغطة الزائد هي التدفئة، ضغطة أولى تطلع لنا الأوف، بنرفع ضغطة ثانية على الزائد بيرتفع معنا حرارة التدفئة، بتشتغل بهي الطريقة. راح نعيره هذا هلا على 50. خمسين درجة، نرجع بالسهم لورا ان شاء الله هلا بتشتغل معنا التدفئة. في عنا الناقص ضغطة اولى، ضغطة صغيرة بتطلعنا عيار مية السخنة، ضغطة تانية على الصفر بصير بتتناقص الدرجة، والزائد بنرجع بنرفعها على 55 فقط لا غير بهي الطريقة. هيك تعيرت معنا. هيك اشتغلت معنا التدفئة. هاي شعلت النار، هاي درجة الحرارة الفعلية الحالية جوا الشوفاجات. في عنا مشكلة، نحن في عنا البار في عنا البار نازل، هاي ضغطة على السهم بيطلع معنا مؤشر البار، طبعا لازم نرفعه شوي. طبعا بنحطه 1.7 و1.8 تقريبي، هو 1.8 نموذجي. طبعا هذا الجهاز كتير حلو، جهاز جبار، جهاز كاتم للصوت طبعا، وحجمه صغير بيركب بالمطابخ مشان حجمه ومشان الصوت. هيك طبعا شغال معنا التدفئة، هاي الشعلة. طبعا مجرد فتحنا المي السخنة هلا قلب على مية السخنة، مؤشر مع الساخن واضح، وهي الشعلة، وهي الباب 1.8.